بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Start Pro 2006 Example 1. نفتح فايل جديد ثم يظهر لنا البوبز دايلوك نيو. نحدد بلان واسم الفايل ب Example 1. ومن length unit inch ومن force unit pound نضغط next نحدد add beam ثم نضغط finish. تظهر لنا هذه النافذة ومنها نغير العشرة إلى اثنين وواحد وهنا السبيس إلى عشرة وهنا أيضا السبيس بالواي دايركشن أيضا عشرة وهنا بالليبل في الأكس نحدد الأكس والواي والزات ننظر كما ترون ظهرت أحداثيات الأكس والواي والزات وكذلك في الواي أكسز كما ترون. نضغط سناب ثم نرسم المنبر نضغط كلوز. انتهينا من رسم المنبر ثم نعمل رايت كليك وستركتشر دايجرام ثم من ليفل نحدد بيم نمبر وكذلك النود نمبر نضغط OK. كما ترون هذا البيم رقم واحد وهذا البيم رقم اثنين وهذه النود الأولى وهذه النود الثانية وهذه النود الثالثة. الآن نضغط جيومتري ثم بيم. كما ترون ظهرت أو ظهر تيبل النود وتيبل البيم. والنود هي ثلاث نقاط. النقطة الأولى أحداثيتها صفر 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 وهذه هي. أما الثانية أحداثيتها عشرة في الأكس ثم صفر صفر في الواي والزي. والأخرى عشرين في الأكس والواي والزد صفر صفر. أما هنا المنبر فالأول يربط بين النقطتين الأولى والثانية. هذا المنبر الأول بين النقطتين الأولى والثانية. أما المنبر الثاني فيربط بين النقطتين الثانية والثالثة. نعم. ونرى هنا عند الإشارة إلى البيم يظهر لنا رقم البيم كما ترون بيم رقم واحد. عندما نشير بالماوس إلى البيم الثاني يظهر بيم رقم اثنين. ثم إذا غيرنا إلى النود كيرسر كما ترون إذا أشرنا إلى النقطة الأولى يظهر رقمها فقط وكذا إذا أشرنا إلى النقطة الثانية. فإذا أردنا معلومات إضافية تظهر عند الإشارة إلى البيم أو النود أو البليت نذهب إلى View ومن View نختار Structural Tool Tip Option فيظهر لنا هذا Box Dialog Tool Tip Option وكما ترون Show Tool Tip أي عند الإشارة بالماوس على النود أو البيم أو البليت أو السود أو السيرفس فإنه ستظهر لنا معلومات وهي هنا
النود نمبر. فإذا فعلنا الكوردينيت سيظهر لنا إحداثيات النقطة، وفي البيم إذا فعلنا اللينث سوف يظهر لنا طول البيم. نضغط على أوكي ثم نشير إلى البيم. كما ترون سوف تظهر أو سوف يظهر رقم البيم إضافة إلى طوله، وهكذا إذا أشرنا إلى النقاط سوف يظهر أو تظهر يظهر رقم النقطة وكذلك إحداثيات هذه النقطة. وتفعيل هذا الأوبشن أو هذه الأوبشنات من الأمور المهمة والتي تسهل العمل في برنامج ستاد برو. والآن انتهينا من تمثيل أو رسم المنبر، نذهب يعني أكملنا عملنا في الجيومتري، نذهب إلى الجنرال، ومن جنرال بروبرتي، ومن بروبرتي نذهب إلى ديفاين فتظهر لنا هذه النافذة، ومنها نختار جنرال. هنا طبعا سوف نرسم أو نمثل سكشن المنبر، هل هو سيركل أو ريكتانجل. نذهب إلى جنرال، وفي جنرال في ال AX نكتب 1.767، وفي ال IZ نكتب 0.2485، ونرفع التأشير من الماتيريال ونضغط على Add ثم Close، ثم نذهب إلى السكشن الذي أنشأناه، نحدده ونتأكد من Assign Method، Use Cursor to Assign، نضغط على Assign ثم نسند هذا المقطع إلى الممبر وكذلك. والآن سوف نعرف الماتيريال. نستطيع أن نعرف الماتيريال من كوما ثم ماتيريال، ومنه نستطيع أن نعرف من الكثافة density أو الإلاستيسيتي أو نسبة بوسون والألفا، ولكن الأفضل أن نذهب إلى ماتيريال ثم نحدد الماتيريال التي عندنا، كان تكون مثلا كونكريت، ومنه ومن أسامي ميثود يوز كرسر تو أساين، ثم نضغط على المقاطع. والآن نعرف السبورت، نضغط على السبورت من الصفحة الثانوية من الصفحة الرئيسية جنرال، ثم نذهب إلى create تظهر لنا هذه النافذة create support، نضغط add ثم create مرة أخرى ثم fix but but fx and the add، نحدد السبورت الأول ثم من assignment method use cursor to assign assign، نحدد السبورت الثاني ثم نحدده عند النقطة الثالثة. والآن كملنا السبورت، نذهب إلى اللود، نذهب إلى locate detail ثم نضغط new، ومن new locate وفي title نقبل بهذا العنوان locate 1، نضغط Add ثم Close ثم نحدد Lock Case، نضغط على Add ومنه Member Load، ومن Member Load
uniform force وفي ال force نكتب minus 100 pound الانج. ومن ال direction نحدد global y نضغط add plus ثم نحدد الحمل الذي عرفناه ونضغط على assign to view ثم assign yes. وبهذا نكون قد كوننا الأحمال كما قلنا, يعني كما بدأنا نبدأ بالجيومتري نرسم الشكل ثم بعد الجيومتري نذهب إلى الجنرال وفي الجنرال نحدد البروبرتي ثم إذا كان عندنا specification ثم نحدد السبورت وبعدها اللود ثم الماتيريال. نحن قدمنا الماتيريال لا بأس بتقديم بعض الخطوات أو تأخيرها, ولكن الأفضل هو السير بالتسلسل. الآن نذهب إلى analysis. تظهر لنا هذه النافذة من perform analysis. نختار no print add close ثم من what print نضغط على ماذا سنحتاج. سنحتاج ال support reaction add و ال joint displacement نضغط على add ثم close. كما ترون print support reaction و print joint displacement. نحتاج ال support أو joint displacement لنقطة رقم 2. نحدد النقطة, نحدد joint displacement ثم assign to selected nodes. أوكي. أما support ف view. أوكي. الآن نقوم ب analyze run analysis yes. نضغط على view output file ثم done. كما ترون فإن ملف الخرج قد ظهر عندنا ويحتوي ملف الخرج على اسم البرنامج تاد برو والفيرجن 2006 والديت والتايم وكذلك يحتوي على المعلومات التي قمنا بإدخالها كأرقام الجوينت والمنبر والفورسز وصفات أو مواصفات الكونكريت. أنا حددناها بالكونكريت فوضع البوزنس نسبة بوسون والدنسيتي والألفا إلى آخره. وهنا السبورت وهنا اللود. هذه معلومات قمنا نحن بتعريفها. وهنا يعطينا النتائج. فالسبورت رياكشن النقطة الأولى هذه قيمتها والمومنت هذه قيمة المومنت. أما النقطة الثالثة كما ترون الفورس والمومنت طبعا صفر معلوم. ثم يعطينا هنا الجوين ديسبليسمنت في النقطة الثانية في الاتجاه واي هذا مقدار. وبهذا نكون قد أنهينا المثال الأول.